حياكم الله من جديد. يبدو أنه تعطش السعوديين للإنجاز وللوصول إلى العالمية لا ينتهي. إذا استطاع الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان الفوز بجائزة دعم بحثي أو دعم بحثي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا من الشركة الأمريكية توم وايز والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية. فكيف وصل هذا البحث للعالمية وما هي فكرته الطبية؟ انضم معي عبر سكايب الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد والباحث بعلم الفيروسات بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان. حياك الله معنا دكتور عبدالله، كل عام وانت بخير وشكرا لقبول دعوة البرنامج. يا هلا فيك، كل عام وانت بخير. مساء الخير أخوي جمال، مساء الخير للسادة المشاهدين، واشكركم صراحة على الاستضافة الكريمة. الله يحييك، هذا قل الواجب. دكتور عبدالله، حدثنا عن فكرة البحث، من أين أتت؟ كيف تم التواصل بينك وبين الشركة الأمريكية أيضا؟ نعم، اسمح لي بس في البداية توضيح بسيط. طبعا هو جائزة لتطوير علاج وليس لقاح. الفرق بين اللقاح والعلاج، طبعا اللقاح يعطى للناس الأصحاء لحمايتهم من العدوى، بينما العلاج يعطى للناس اللي جتهم العدوى لمساعدتهم على الشفاء من المرض بوسيلة أسرع عن طريق منع تكاثر الفيروس، بالتالي شفاء بشكل تام. طبعا بعد ظهور فيروس كورونا الجديد أو المستجد، أعلنت الشركة الأمريكية لاستقبال مقترحات بحثية لتطوير علاج أو لقاح على مستوى العالم. كنا في أثناء فترة دراسة الدكتوراه كان عندنا نفس الفكرة لتطوير علاج لفيروس ميرس كورونا اللي انتشر في السعودية بعام 2012، ولكن للأسف لقلة الدعم هذاك الوقت ما اكتمل البحث. بعد ظهور فيروس كورونا قدمت على الشركة في وقت سريع جدا صراحة، كانت ظهور الفيروس خارج الصين كان في تقريبا منتصف يناير. الشركة أعلنت بعد ذلك بخمس أيام استقبال المقترحات. قدمت مقترحي وهو يستهدف أحد بروتينات الفيروس التي يستخدمها الفيروس للالتصاق بالخلايا والدخول إليها ثم التكاثر. قبل تقريبا شهر أعلنت الشركة عن الفائزين، طبعا 15 عالم على مستوى العالم، والحمد لله كان مقترحنا أحد الفائزين بهذه الجائزة. لما نقول بروتينات الفيروس دكتور، لأنه هذا مصطلح أنا قاعد أسمعه أو يتردد كثير، أحد يمكن الحسنات اليوم في فيروس كورونا أنه زاد وعي الناس بالعلوم الطبية بشكل كبير، فوش نقصد ببروتين الفيروس؟ نعم، طبعا الفيروسات بشكل عام تركيبها بسيط جدا جدا عكس البكتيريا والميكروبات الأخرى. فيروس كورونا بالتحديد يتكون من شريط جيني يسمى RNA، طبعا شريط جيني مفرد single stranded RNA. عند الدخول للخلايا يتم تكاثر هذا الشريط، بالتالي يفرز هذا الشريط، ينتج عنه تكون بروتينات. البروتينات التي ينتجها الفيروس لا تزيد عن أكثر من تقريبا 4 أساسية و16 غير أساسية. هذه البروتينات لها وظائف خاصة في الخلية، مثلا هذا البروتين الذي نحن نستهدفه وظيفته فقط الالتصاق بالخلية، من ثم الاندماج مع الخلية الإنسانية أو الحيوانية ودخول الشريط الجيني للخلية، ومن خلالها يتم التكاثر. بالنسبة للبروتينات الأخرى أيضا لها وظائف، مثلا أحد البروتينات المهمة لفيروس كورونا المستجد دورها تثبيط المناعة التي تنتجها الخلايا الذاتية مثلا، بالتالي يستطيع الفيروس التكاثر بصورة أسرع. أيضا هناك بروتينات أخرى لها وظائف أخرى، منها تكاثر الفيروس نفسه، في بروتينات لها وظائف بتشكيل الشكل الخارجي للفيروس. فهذه البروتينات أساسية جدا في تكاثر الفيروس، بالتالي انتشار المرض في جسم الإنسان وخروج الأعراض ومن ثم في حالات متطورة المرض. استهداف هذه البروتينات أحد الوسائل الناجعة صراحة، وسبق أن إثبات هذا في فيروسات أخرى، أحد الوسائل الناجعة بتثبيت الفيروس، تثبيت تكاثره، بالتالي إنتاج دواء فعال. دكتور، هناك طبعا العديد من الدراسات وفي كثير من التصريحات الطبية لكثير من المختصين فيما يتعلق بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. سؤالي هنا، وإحنا نتكلم عن البروتين لفيروس كورونا، هل هناك أنواع معينة من الطعام، هل هناك أنواع معينة من الفيتامينات تساعد على نمو هذا البروتين أو غيره للفيروس؟
نعم، سؤال جيد جدا صراحة. طبعا إذا تكلمنا من جهة الفيروس، الفيروس طبعا غير البكتيريا، لا يعتمد على أي بروتينات أو أشياء للنمو، ولكن خلال دخول الخلية يستطيع برمجة خلية الإنسان والاستفادة منها في تكرار أو تكاثر نفسه. هذه طبعا من تسمى من الوسائل الناجعة للفيروس بأنه يتكاثر ويصبح أكثر أداء. أيضا بعد إنتاج بروتينات الفيروس تكون هذه البروتينات أيضا ما يسمى باستغلال أو استخدام أو برمجة الخلية لتكاثر وانتشاره إلى خلايا أخرى، بالتالي تكرار نفس العملية في خلايا أخرى ومن ثم الخلايا الأخرى إلى إنتاج ملايين من الفيروس. هذا من وجهة نظر الفيروس. من وجهة نظر الإنسان أو الخلايا الإنسانية طبعا تقوم بإنتاج بروتينات لمهاجمة الفيروس. كما ذكرت الفيروس نفسه ينتج بروتينات لإيقاف عمل هذه الفيروسات. يعتبر فيروس كورونا المستجد أحد الفيروسات الناجحة بإبطاء عمل المناعة الذاتية في من الخلية. أحد بروتينات اللي تشل الفيروس يسمى NSP1. طبعا فقط أكثر من أسبوع أو أقل نشر بحث في مجلة مرموقة إنه هذا الفيروس الصغير الذي ينتج الفيروس قادر على إيقاف إنتاج بروتينات مهمة ينتجها الإنسان لإيقاف تكاثر الفيروس. بالتالي يستطيع الفيروس بإيقاف هذا البروتين الإنساني من مواصلة التكاثر والاستمرار والانتقال لخلايا أخرى، بالتالي إحداث مرضية أكبر. طيب دكتور، في مقارنات ظهرت يعني خلال الفترة اللي راحت تحديدا بفيروس كورونا، الإيدز، وتحديدا الخلايا السرطانية فيما يتعلق بانتشار الفيروس داخل الجسم. هل هي نفس المنهجية؟ يعني هل هي نفس المنهجية في مهاجمة خلايا الجسم، وخلايا الجسم تحاول أو الكريات تحاول اليوم محاربتها؟ هل هي نفس المنهجية هذه؟ ممتاز. طبعا بغض النظر عن السرطان أو الكانسر، كل الفيروسات تقريبا تستخدم منهجية تقريبا إلى نوع ما متشابهة من خلال الدخول للخلايا، ارتباط بمستقبل معين. كل فيروس طبعا له مستقبل معين. في حالة فيروس سارس 2 أو فيروس كورونا المستجد يرتبط بمستقبل على الخلية بما يعرف كمفتاح والقفل. القفل هو المستقبل على الخلية، والمفتاح هو البروتين الذي يرتبط فيه. وبمناسبة هذا البروتين هو البروتين الذي نحن نستهدفه في بحثنا. بعد الارتباط طبعا هذا بكل الفيروسات تقريبا اللي تتبع الRNA تتبع هذا المنهج. بعد الارتباط يدخل الفيروس ويندمج مع الخلية، يدخل يستغل يبرمج الخلية بحيث أنه يتكاثر. بعد ما يتكاثر يحصل ما يسمى بإنتاج بروتينات أكثر، ومن ثم يحصل بما يسمى الأسيمبلي أو الاجتماع بالقرب من سطح الخلية، ويخرج منها بعد تكسيرها للانتشار إلى خلايا أخرى. طبعا هذه السمة موجودة في معظم الفيروسات، ولكن تختلف من فيروس إلى فيروس آخر، استخدام بروتينات أخرى، مستقبلات أخرى، وأيضا قدرة على إنتاج فيروسات جديدة أكبر. في فيروس كورونا المستجد وجد أنه ينتشر بشكل كبير في خلايا الرئة، ويستطيع إنتاج آلاف الفيروسات خلال ساعات محددة جدا، وهذا ما يصعب من التحكم فيه وعلاجه إلى الآن. هذا سؤال مهم جدا دكتور. لماذا ترتفع شهية هذا الفيروس تحديدا لخلايا الرئة ومحاربة خلايا الرئة؟ لماذا لا يتجه هذا الفيروس لمحاربة أو الدخول لخلايا أخرى في الجسم؟ لماذا الرئة؟ جميل. طبعا معظم فيروسات كورونا الممرضة تسمى بالهايلي باثوجينيك كورونا فيروسز، التي زي فيروس سارس الأول، فيروس متلازمة الشرق الأوسط الذي ظهرت في السعودية بعام 2012، وفيروس كورونا المستجد، لها ما يسمى بالتروبوزيم أو استهداف محدد بخلايا الرئة. أحد الأسباب طبعا أنه المستقبلات التي ترتبط في هذه الفيروسات يكون موجودة بشكل أكبر جدا في الرئة، موجودة في مناطق أخرى وفي أعضاء أخرى، ولكن وجودها في الرئة بشكل كبير. طبعا هذا يساعد أن الفيروس يتمركز في الرئة، وبالتالي يصيب خلايا معينة في هذه الرئة، وهو ما يسبب التهابات رئوية وضيق في التنفس ومن ثم الوفاة. ولكن وجد مؤخرا أنه فيروس كورونا المستجد أيضا يستطيع إصابة أعضاء أخرى في الجسم كالكلى،
مؤخرا وجد انه ايضا يستطيع اصابه خلايا في المخ واحداث مرضيه يعني في خلايا المخ، وهذه احد المضاعفات الان نادره ولكن موجوده في فيروس كورونا المستجد. فما زال ايضا هذا مجال بحث كبير جدا. لماذا الرئه؟ السبب زي ما ذكرت معروف الى الان بسبب وجود مستقبلات بشكل اكبر في الرئه، وهناك اسباب اخرى ما زالت تحت البحث العلمي. جيد دكتور، الى اي مدى احنا قريبين من ايجاد علاج لفيروس كورونا؟ نعم، علاج او لقاح. طبعا العلاج حاليا هناك اكثر من علاج و تختبر على مستوى غير مسبوق صراحة علميا. تقريبا في معظم الدول التي أصيبت، منظمة الصحة العالمية استطاعت أن تكون فرق أو تتواصل مع هذه الدول لاختبار الأدوية الأكثر أملا في أنها تشفي حالات كورونا. منها 4 علاجات تستخدم حاليا في المملكة العربية السعودية. طبعا ما زالت النتائج الإيجابية لهذه العلاجات لم تظهر بشكل كبير بحكم بدايتها في وقت ليس بالطويل، ولكن 2 تقريبا منها قد يكون لها قد تؤدي الى علاج ناجح. فيما يخص اللقاح، طبعا اللقاح عملية معقدة تختلف عن العلاج. ما زلنا في البداية، ولكن هناك اكثر من 100 لقاح في تحت التجارب الان، منها عدد معين تجاوز مراحل مهمة. حسب ما نراه وحسب ما نقراه أنه سيكون هناك لقاح بالفعل. يعني إذا كان عندك أكثر من 100 لقاح، على الأقل عدد منها سوف ينجح. بالتأكيد هناك عدد سوف يفشل، ولكن عدد منها سوف ينجح ويصل إلى جسم الإنسان. بالنسبة إلى متى، تقريبا على حسب ما نرى، إن لم يكن في بداية العام الجديد ففي منتصف العام القادم بإذن الله. اليوم لما نتحدث عن فيروس كورونا، إحنا نسمع دائما دكتور عن دراسة التسلسل الجيني، دراسة الجين للفيروس. كيف تنعكس هذه الدراسة على أبحاثكم؟ كيف تنعكس على نتائج إيجاد علاج أو لقاح أو تطعيم أيا كان؟ جميل جدا. طبعا أحد التقنيات الحديثة تقريبا في 10-15 سنة الماضية هي فك الشفرة الجينية لأي فيروس بكتيريا أو حتى شفرات جينية في الإنسان. بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، طبعا بوقت قياسي جدا تقريبا 7 أو 8 أيام، تم فك الشفرة إعلانها للعالم كله عن طريق موقع مشهور، وهو ما ساعد أولا في فك الشفرة الجينية، ساعد في تطوير التشخيص. عندنا في المملكة تم تطويره بشكل سريع جدا، يعني لا يقل عن أسبوعين من ظهور الفيروس، وتبعته دول كثيرة، وبعد ذلك أنتجته شركات كمنتج مصنع. ايضا بعد ظهور الشفره الجينيه للفيروس بايام قليله، بدا العلماء باستخدام هذه الشفره الجينيه لانتاج لقاحات تعتمد على هذه الشفره الجينيه، وهذا ما ميز هذه اللقاحات. طبعا 2 من اللقاحات المتقدمه تعتمد على الشفره الجينيه. ايضا ساعد كثير في معرفه ما يسمى بوبائيه المرض وطرق انتقاله ومن اين اتى لهذه الدوله او تلك الدوله. طبعا عن طريق الشفره الجينيه تستطيع معرفه من أين انتقل بالتحديد من شخص إلى آخر من منطقة أخرى، وتتبع انتشاره وسبل أيضا السيطرة عليه، وهذا أيضا سيساعد على السيطرة على المرض مستقبلا. طبعا بحيث أنه عندما يختفي الفيروس أو يقل وجوده ويدخل مرة أخرى، بالتالي نعرف من أين دخل ونستطيع السيطرة عليه. طبعا فوائد كثيرة غير كذا. سؤال دكتور، في كثير من الدول درست التسلسل الجيني أو الشفرة الجينية، هل هناك اختلاف بين الشفرة الجينية المكتشفة في إيطاليا وفي السعودية وفي كوريا الجنوبية وفي أمريكا؟ وإذا كان هناك اختلاف، هل يؤثر هذا الاختلاف في الشفرة الجينية لفيروس كورونا على إيجاد لقاح أو علاج أو تطعيم للفيروس؟ سؤال جدا جميل، وهذا أحد الأسئلة الهامة جدا حاليا في المجال. طبعا من وجهة نظر العلماء، شيء مبدئي في الفيروسات بشكل عام أنها تتغير مع مرور الوقت، وهذا شيء طبيعي جدا جدا. بمراقبة التغيرات التي تحدث لفيروس كورونا المستجد، هناك تغيرات طبعا. إلى الآن تقريبا 4 أو 5 أشهر من ظهور الفيروس، لا زالت هذه التغيرات في المجال أو في الحد الطبيعي جدا، بالتالي لا يمكن إلى الآن أن تغير على كفاءة اللقاح
لا يمكن حسب الأبحاث الآن أن تكون سبب في ظهور عدد وفيات أكبر في منطقة معينة أو لا. طبعا صح معظم في ما يسمى بطفرات تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، في طفرات تحدث بشكل مستمر، ولكن إلى الآن هذه الطفرات جميعها لم يكن لها دور في زيادة نسبة الوفيات في مكان آخر. نعم. لن يكون لها دور في تقليل كفاءة الفاكسين، فمجرد لقاح واحد سوف يعمل في معظم الدول تقريبا يعني. ابقى معنا دكتور عبد الله القيسي، سنعود لكل حديثنا معك بعد الفاصل. حديثنا مستمر مع الدكتور عبد الله القيسي، الأستاذ المساعد والباحث بعلم الفيروسات بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان. دكتور عبد الله القيسي أحد الأطباء الذين فازوا بجائزة دعم بحثي لتطوير علاج أو لقاح ضد فيروس كورونا، هو وضح لنا قبل شوية، من الشركة الأمريكية توم وايز. دكتور، عودة للحديث عن الفيروس، كثير من التقارير، كثير من الأطباء، كثير من المتخصصين، كثير من العلماء تحدثوا عن جزء مهم جدا، وهو قضية إمكانية تصنيع هذا الفيروس في المختبرات. ما مدى إمكانية بالفعل تصنيع فيروس بغض النظر عن فيروس كورونا؟ هل يمكن أن يصنع فيروس مختبريا؟ طبعا خلينا نبدأ بكورونا بعدين أجاوبك على تفضل سؤالك بالتحديد. طبعا فيروسات كورونا بشكل عام اكتشفت من عام 1960 إلى عام 2000. هذه الفيروسات كانت معروف عنها أنها تصيب الجهاز التنفسي، ولكن كانت تسبب بما يعرف بالبرد أو زكام الشائع، وتختفي من وحدها خلال 5 أيام من غير أي تدخل علاجي. بعد عام 2002 تقريبا ظهر فيروس سارس واحد أو سارس كورونا واحد في هذاك الوقت. هذا الفيروس طبعا أول فيروس من هذه العائلة يسبب مرض خطير ويؤدي إلى الوفاة، وسبب وباء أو جائحة عالمية أدت إلى انتشار الفيروس في أكثر من 27 دولة، 8000 حالة، وتقريبا 10% وفيات منهم. ظهور فيروس كورونا واحد سارس واحد في ذاك الوقت أدى إلى ثورة صراحة كبيرة في مجال الأبحاث في عائلة كورونا. أحد الأسئلة المهمة التي كانت هذا الوقت، من أين جاء فيروس سارس 1؟ طبعا قامت دراسات بشكل كبير في الصين، ظهر في الصين في مدينة في منطقة تسمى غواندونغ، وتم بما يسمى بإجراء دراسات وبائية في تلك المنطقة بأخذ عينات من جميع الحيوانات، واكتشف أن الحيوان وثبت علميا أنه ظهر من حيوان يسمى بالقطط، نوع من القطط في الصين. ومن ثم تم اكتشاف أن القطط أيضا أصيبت بالفيروس من الخفافيش، وأثبتت علميا بشكل كبير جدا. هذا قاد إلى دراسات كبيرة جدا لفيروسات كورونا في الخفافيش من عام 2003 إلى الآن. خلال هذه السنوات تم اكتشاف بما لا يقل عن أكثر من 400 فيروس من عائلة كورونا موجود في الخفافيش. بعض هذه الفيروسات، وأنا عملت عليها شخصيا يعني أثناء فترة الدكتوراه، لها القدرة على إصابة الإنسان، ولكن ما زالت في الحيوانات طبعا بإجراء أنمذج بما يسمى بحسابات رياضية وأنمذجة معينة، وجدوا أن هذه الفيروسات لها القدرة على الانتقال إلى حيوانات أخرى أو الإنسان، ولكن لا أحد يدري متى. نعلم أنها سوف تخرج، نعلم أنها ستصيب الإنسان، نعلم أنها ستسبب وبائيات وجائحات كبيرة، ولكن لم نكن نعلم متى. فيروس كورونا المستجد لما ظهر كان أحد هذه الفيروسات التي موجودة أصلا في الخفافيش، موجودة فيروسات شبيهة لها طبعا وليست هي، ولكن معروف عن فيروسات كورونا أنها تستطيع التحور، إصابة عائل وسيط، ومن هذا العائل الوسيط تنتقل إلى الإنسان. هذا هو ديدا فيروسات كورونا السابقة جميعها، بما فيها فيروس كورونا شرق الأوسط التنفس الذي ظهر في السعودية، حيث أثبتت الأبحاث أنه ينتقل الإنسان بما لا يدع مجال الشك عن طريق الجمال، وربما أيضا حيوانات أخرى لم تكتشف إلى الآن. ووصل للجمال، هناك أدلة واضحة ما زالت تحتاج إلى تأكيدات طبعا، وصل للجمال عن طريق الخفافيش.
بالتالي هذا الكلام مثبت عن كل فيروسات كورونا وأيضا فيروسات أخرى كثيرة. فطبيعيا الفيروسات لا تحتاج أحد يقوم بتصنيعها لتسبب جائحات، موجودين في الطبيعة بشكل كبير، بإمكانهم إصابة الإنسان وحيوانات أخرى، فهذا الجانب العلماء متأكدين ومتيقنين منه. بالعودة إلى سؤالك طبعا وهو إمكانية تصنيع فيروسات في المعامل، طبعا نعرف أن الحرب البيولوجية قائمة من 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 الأربعينات ومن أيام الحرب العالمية، دول حاولت إنتاج فيروسات أو بكتيريا معينة واستخدامها لمهاجمة أناس آخرين. في هذاك الزمن ما كان يعمل به هو العمل على فيروسات وبكتيريا موجودة ولكن إكثارها ومن ثم استخدامها في الحروب. في العشر أو الخمسة عشر سنة الماضية ظهرت تقنيات جديدة، من شأن هذه التقنيات أنه ليس فقط تكاثر الفيروسات المعروفة ولكن أيضا تستطيع تصنيعها باستخدام الشفرة الجينية فقط. نظريا نعم يمكن تصنيع فيروسات، ولكن لا يمكن أو صعب جدا إنتاج فيروسات بكميات أو باستخدام هذه التقنيات بجعلها أنه تنتشر بهذا الانتشار في العالم. العلم أثبت أو ما زال أيضا يثبت بشكل كبير جدا، اليوم فقط دراسة قوية ظهرت في مجلة معتبرة، ظهرت أن هذا الفيروس فيروس سارس 2 منشأه الخفافيش. طبعا ما يميز هذه الدراسة طبعا من أقل من 4 ساعات ظهرت أن الذين نشروها هم من يعملون على فيروسات كورونا من أكثر من 20 سنة، بالتالي يعرفون كل شيء عن هذه الفيروسات. ما نسمعه في وسائل التواصل أو القنوات أو بعض العلماء تقريبا من جيدين ولكن من مجالات ليست مجالات فيروسات كورونا، قد يدعمون بعض النظريات التي تدعم التصنيع أو نظريات المؤامرة، ولكن جميع من يعملون في مجال فيروسات كورونا على يقين كبير جدا أن هذه الفيروسات طبيعية ظهرت الآن سوف تظهر مستقبلا، ولا كل ما نستطيع عمله هو الاستعداد الجيد ومبكر بلقاحات بعلاجات بالتنبؤ بظهورها بتقوية البنية التحتية في كل المجالات البحثية. طيب هنا في 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 يعني في سؤال مهم بستدرك على حديثك دكتور إذا سمحت لي. لما ذكرت إنه الخفافيش يعني تحمل أكثر من 400 نوع من أنواع فيروس كورونا، السؤال اللي يطرح اليوم هذه الخفافيش المكون الأساسي بالنهاية فيروس كورونا هو كائن، هذا الكائن كيف تكون؟ ما هي تكوينته؟ كيف بدأ؟ نعم سؤال جميل جدا طبعا، وهذا سؤال أيضا ما زال علميا قابل للنقاش والأبحاث. طبعا الفيروسات بشكل عام وبالتحديد فيروسات الـ RNA يعتقد أو هناك نظريات كثيرة أنها هي من أقدم الكائنات أو ونقل الميكروبات على الكرة الأرضية. هناك دراسات مذهلة جدا تظهر أنه مثلا المحيطات والبحار فيها أكثر من ملايين الفيروسات موجودة، الحيوانات من حولنا فيها كثير من الفيروسات. طبعا نشأة الفيروسات أو بدايتها علم كبير جدا، يعني يسمى بالنشأة أو تطور الفيروس، هو علم مختلف كبيرا جدا، هو علم منفصل بشكل كبير جدا. فنشأت هذه الفيروسات أو ظهرت من ملايين السنين. طبعا ما يميز الخفافيش هو قدرتها على حمل هذه الفيروسات أو العمل كخازن أو عائل لها من غير التأثر بها. طبعا لماذا لا تتأثر؟ هذا أيضا مجال كبير في البحث، ولكن وجد أن مناعة الخفافيش تختلف جدا عن الإنسان وعن بقية الحيوانات. درجة حرارة الخفافيش أيضا لها دور كبير، درجة حرارة الإنسان الطبيعي معروف 37.5، درجة حرارة الخفافيش أكثر من ذلك بكثير، وهو ما قد يساعدها على حمل هذه الفيروسات من غير التأثر بأعراضها وأيضا من خلال نقلها. السؤال الآن لماذا في السنوات الأخيرة؟ طبعا النظريات الأكثر إثباتا حاليا بسبب أن هذا الخفافيش على مر الأزمان كانت بعيدة جدا عن أين يعيش الإنسان والحيوانات. مع التطور والتمدن والانفتاح والتوسع في بناء المدن في الغابات وهدم الغابات، جعل هذا الخفافيش تقترب أكثر إلى الإنسان وإلى الحيوانات، مسمى بالحيوانات الأليفة، وهو ما جعل هذا الفيروسات تنتقل من الخفاش إلى حيوان وسيط
ومن ثم الإنسان. أيضا بإمكان الانتقال من الخفافيش للإنسان مباشرة، نعم. ولكن بحكم قلة التواصل من الإخفاش للإنسان، نعم. حتى الآن أكثر الفيروسات تنتشر عن طريق عائل وثيق. خليني أسألك عن جزء مهم وبعدين بنتقل إلى الجوانب البحثية، نعم. دكتور، عشان نغلق بس هالملف، هناك انتقادات كبيرة جدا لأداء منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وكيفية تعاملها مع الفيروس منذ بدء الجائحة حتى اليوم. أنت كمختص في 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 هذا الجانب، كيف ترى أداء منظمة الصحة العالمية؟ طبعا أنا أتوقع أن لست في مجال تقييمها، ولكن منظمة الصحة العالمية منظمة عريقة جدا، بها كفاءات عظيمة جدا من كل أنحاء العالم. على مر الأزمان في تفشيات كبيرة قامت بأدوار كبيرة جدا، منها أيضا أثناء تفشي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، عملت جنبا إلى جمع العلماء السعوديين والمختصين السعوديين، واستطاعوا مع بعض في احتواء تلك ذلك التفشي بشكل كفء جدا. وأيضا في إذا نظرنا إلى ما حدث في تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، منظمة الصحة العالمية لعبت دور كبير جدا في السيطرة على المرض وتوعية الناس هناك، وأيضا تفشيات كثيرة جدا. فيما يخص فيروس كورونا المستجد أو سارس كوف 2، منظمة الصحة العالمية برأيي الشخصي أيضا أدت دور ممتاز جدا، ولكن هناك أنا ما أرى أنه تقصير حصل هو أثناء اعتبارها للفيروس كجائحة. طبعا هذا الموضوع ليس بسهل اعتبارها جائحة، نعم. أو إعلان حالة الطوارئ، ولكن بناء ما كان يعرض لها، وهذا ليس قرار منظمة الصحة العالمية وحدها، نعم. كان يعتمد على علماء من كل العالم، قرروا هذاك الوقت تأخير إعلانها للجائحة. في رأيي أن هذا التأخير سبب نوعا من انتشار الفيروس خارج السيطرة، هذا المشكلة الوحيدة التي أراها يعني. جيد دكتور، من هي شركة أتوم وايز؟ ما هو مجال اهتمامها؟ ما الذي تسعى إليه الشركة من خلال هذه الأبحاث؟ نعم، طبعا شركة أتوم وايز شركة رائدة كبيرة جدا. أثناء ظهور فيروس كورونا معظم شركات العالم، معظم مراكز البحثية، تقريبا لا يوجد مركز بحثي إلا واستطاع المساهمة في هذا في الحد من هذه الجائحة. حاليا أبحاث لم يسبق بالتاريخ قيام بحث بهذا الشكل في للتصدي للمرض. شركة أتوم وايز من خلال مسؤوليتها فتحت المجال لكل الباحثين باستخدام ما تملكه من تقنيات، تملك تقنية عظيمة جدا وهي تقنية الذكاء الاصطناعي. من خلال أثناء تقديمك لبروتين أو مستهدف معين تستطيع الشركة العمل للبحث في مليارات المركبات التي باستطاعتها على تثبيت هذا المركب، فحاولت استخدام التقنيات التي تملكها، نعم. للتصدي لهذه الجائحة، وهذا ما ساعدنا للفوز بأحد الجوائز ومحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد مع هذه الشركة. نعم دكتور، كباحث في علم الفيروسات، كيف تقيم العمل البحثي داخل المملكة؟ سؤال جيد جدا. طبعا مع ظهور الجائحة عرفنا أن هذا الفيروس ينتمي لعائلة كورونا. عائلة كورونا هناك دول معينة جدا أو دول قليلة جدا لديها خبرة في هذا المجال، أحدهم الصين، وهي مرت بتجارب لفيروس كورونا من 2003 إلى الآن. السعودية أحد الدول التي مرت بتجارب مميزة جدا من 2012 إلى الآن. كوريا الجنوبية أيضا ودول أخرى. ما ساعدنا في السعودية صراحة هو مرورنا بتجربة فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية عام 2012، ساعدت كثير في بناء البنية التحتية، ساعدت كثير في تدريب باحثين، أنا أحدهم طبعا. لو يظهر فيروس كورونا الشرق الأوسط التنفسي في المملكة عام 2012 لما استطعت إكمال مرحلة الدكتوراه في عائلة كورونا. هذه الخبرات التراكمية تكونت فرق بحثية مع ظهور فيروس كورونا، ووجدت دعم كبير جدا. طبعا وزارة الصحة أعلنت عن دعم كبير مع بداية الجائحة، تبعتها أيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد ذلك، ثم وزارة التعليم، ثم الجامعات. أكثر من 20 جامعة أعلنت عن دعم بحثي كبير، بحثي أيضا وبحوث أخرى فازت بدعم من جامعات وزارة التعليم،
وكل هذه الجهود صبت في إلى الآن نشرت أبحاث قوية. طبعا هناك 4 لقاحات حاليا تطور في السعودية، ما زالت طبعا في مراحل مبكرة، ولكن هناك علماء سعوديين من جامعة الملك عبد العزيز، من مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالرياض، من جامعة الأمير عبد الرحمن بمنطقة الشرقية. نعم. كل هذه الجهود تصب إن شاء الله في الوصول إلى علاجات وأدوية، وأيضا إلى فهم مرضية ووبائية الفيروس بشكل كبير عن طريق أبحاث سعودية ومدعومة سعوديا، وأيضا بالتعاون مع علماء من الخارج. دكتور، سؤالي الأخير لك اليوم، بعد عودة الحياة جزئيا ورفع منع التجول جزئيا أيضا، هل تتخوف من من عدم الالتزام؟ هل هناك رسائل تود إرسالها؟ هل يمكن أن نعود لا قدر الله إلى نقطة الصفر؟ أبغى رسالة منك إلى من يشاهدنا الآن. جميل. طبعا بصراحة كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة. هناك احتمال وجود ما يسمى بموجة ثانية قوية، هناك احتمال تواصل الحالات بشكل أكبر، أيضا هناك احتمال أنه يتم احتواء الفيروس إلى درجة يمكن التحكم فيها بشكل كبير جدا. طبعا ما يساعد تحقق هذا الجزء الأخير الذي ذكرته هو الالتزام التام بكل ما يصدر من وزارة الصحة. وزارة الصحة قامت بجهد جبار جدا على مستوى 4 أشهر الماضية، أحدها هو إصدار تعليمات بشكل يومي في موقع كوفيد 19 awareness، برسائل نصية، بإعلانات، بكل شيء. أنا توقعي الالتزام التام بهذه التعليمات، ومنها أيضا لبس الكمام عند الخروج، التزام بالتباعد الاجتماعي، عدم الخروج إلا للحاجة، عدم يعني التجمع، منع التجمعات، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة من تعرف على الحالات بشكل سريع، تقصي الحالات، التواصل مع المخالطين وفحصهم بشكل مستمر وعزلهم، كل هذا في سبيله أنه يؤدي إلى الحد أو السيطرة على الفيروس. وهذا ليس طبعا هذا ليس بمستحيل، في دول كثيرة استطاعت الوصول إلى هذا المستوى بالتقييد التام وأيضا بعمل كبير من وزارات الصحة. فتوقع أنه هذه السيناريوهات محتملة، ولكن إن شاء الله نحن بالتزامنا نستطيع أن نوصل إلى السيناريو الثالث وهو السيطرة إلى مستوى كبير جدا على الفيروس. دكتور عبد الله القيسي، الفائز بالجائزة العالمية لتطوير علاج ضد فيروس كورونا، الشركة الأمريكية أتوم وايز، وهو الأستاذ المساعد أيضا والباحث بعلم الفيروسات بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان. الحديث معك لا يمل دكتور، شكرا لكل هذه المعلومات، شكرا لكل هذه النصائح، فخورين بك وفخورين أيضا بإنجازك، وبإذن الله سنرى قريبا نتائج هذا العمل والوصول بإذن الله إلى علاج لهذا الفيروس معك ومع العديد من الأطباء حول العالم الذين يعملون لإنهاء هذه الجائحة قريبا. بذلك نكون قد وصلنا لختام. يا هلا، إلى اللقاء.